بدأت في العاصمة الكازاخية نور سلطان الجولة 18 من محادثات أستانا بشأن سوريا بمشاركة وفدي الحكومة السورية والمعارضة السورية ووفود دول إلى جانب الأمم المتحدة، ويناقش المشاركون في المفاوضات التوصل إلى تسوية لحل الأزمة السورية والوضع في البلاد، بالإضافة إلى استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية في جنيف. بعد أكثر من 6 أشهر وفي أجواء لا تخلو من التوتر المعهود، انطلقت المحادثات بين الحكومة السورية والمعارضة في جولة تستضيفها أستانا في كازاخستان. التوتر هذه المرة ليس فقط بين أطراف التفاوض المختلفين منذ ما يزيد عن 11 عاماً، وإنما بين الدول الضامنة روسيا وإيران وتركيا. فمع صبيحة يوم المفاوضات تنقل وكالة الإعلام الروسية عن المبعوث الروسي إلى سوريا قوله إن بلاده تعتبر عملية تركيا العسكرية المحتملة في سوريا عملاً غير حكيم، لأنها قد تتسبب في تصعيد الوضع وزعزعة الاستقرار، أمر كانت إيران تطرقت إليه في وقت سابق معلنة عبر وزارة الخارجية معارضتها رغبة تركيا في تنفيذ عملية عسكرية داخل الأراضي السورية واستخدام القوة ضد أي دولة لحل الخلافات. تركيا التي تتخذ جانب المعارضة في المحادثات قالت إنه يتعين عليها التحرك في سوريا لأن واشنطن وموسكو لم تفيا بوعودهما في ضبط الأكراد، وبررت نيتها شن حملة عسكرية في الأراضي السورية بأن الهجمات ازدادت من مناطق يسيطرون عليها. ومع أن العلاقة بين الحكومة السورية والطيف الكردي لا تبدو واضحة المعالم، لكن دمشق لم تكن لتقبل الإعلان التركي واعتبرته تهديداً عدوانياً يشكل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي وسيادة الأراضي ووحدتها وسلامتها. المعارضة السورية صمتت حيال النوايا التركية، ووصلت أستانا لتنطلق من حيث تركت الأمور في نقطة وصفتها بالمهمة حينها. فالمتحدث باسم وفد المعارضة أيمن العاسمي كان قد صرح في ختام الجلسة الأخيرة أن الوفد توصل مع الروس إلى نقطة مهمة، وهي أن سوريا لن تعود إلى ما كانت عليه قبل العام 2011، معتبراً أنها كانت نقطة فارقة خلال المؤتمر الأخير، نقطة تفرضها معطيات أنتجتها سنوات الحرب العجاف في سوريا. فالمحادثات اليوم وفق وزارة الشؤون الخارجية في كازاخستان تتمحور حول الوضع الإنساني والاجتماعي والاقتصادي في سوريا وأفاق استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية في جنيف وتدابير بناء الثقة، إضافة إلى الإفراج عن الرهائن والبحث عن المفقودين وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. نقاط ومحادثات ترى كازاخستان في نفسها أنها تمتلك القدرة والحكمة لإدارتها، ما جعلها مؤهلة لاستضافتها، ليصرح وزير خارجيتها بأن اختيار بلاده لإجراء المحادثات السورية سببه المستوى العالي جداً لأداء السلطات، أمر دعمته روسيا المقربة من كازاخستان لتقول إنها لم تعد تعتبر جنيف مكاناً مناسباً للمحادثات بين السوريين بسبب فقدانها وضعها المحايد، وفق ما ذكر مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا الذي طالب باختيار مكان آخر لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية المقبلة. في ظل ظروف مستجدة أبرزها الحرب في أوكرانيا وما أفرزته من اصطفافات سياسية، يبدو أن الحسابات الدولية ستفرض حضورها على محادثات تمضي في ماراثونها 18 ليبقى مصير الشعب السوري على حاله، تحكمه احتمالات التفاهم بين حكومته ومعارضته المعلقة على أهواء الدول الكبرى ومصالحها. قال الكرملين إن العملية العسكرية التركية المحتملة في سوريا لن تساعد على تحقيق الاستقرار، وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن هذه العملية الخاصة لا تسهم في استقرار وأمن الجمهورية العربية السورية. إذن حول محادثات أستانا بشأن سوريا ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي السيد غسان يوسف. سيد غسان أهلا وسهلا بك. إذن ضمن هذه الجولة اليوم فما هي العلامة الفارقة التي تنتج عنها؟ بداية تحياتي لك وللسادة المشاهدين. يعني طبعا هذه الجولة أهم شيء أنها تعقد في جو متوتر جدا، يعني على الحدود الشمالية، يعني حيث تقول تركيا بأنها ستقوم باحتلال تل رفعت ومنبيج، وأيضا يعني هناك تفاهمات ربما ما بين قسد والدولة السورية وانكفاء يعني لنقل أمريكي وروسي بانتظار ما سيحدث. ولذلك هذه الجولة يعني مهمة جدا
خصوصا يعني انها لم تتطرق الى الاحتلال التركي ولم تتحدث عنه، ولكنها تنعقد في جو مشحون يعني من خلال التصريحات التركيه والحشود التركيه. لكن يعني هل ستسبر هذه الجوله عن شيء؟ انا شخصيا اقول لك لا. يعني هذه الجوله 18 ولم نشهد في الجولات 17 يعني 17 الماضيه اي شيء يذكر. في البداية كان هناك يعني مثلا تقسيم مناطق لخفض التصعيد وغير ذلك، أما الجولات الأخيرة لم تسفر عن شيء. الآن يتطرقون إلى اللجنة الدستورية وغير ذلك. يعني من سمع تصريحات الرئيس بشار الأسد الأخيرة لتلفزيون روسيا اليوم عن اللجنة الدستورية يعرف أن هذه اللجنة توصلت إلى يعني حائط مسدود، لأنه يعني أن الجانب الآخر يعتمد بأوامر الجانب التركي، والدستور يعني تعرفين دائما يجب أن يكون يعني يصيغه الشعب السوري ومن ثم يعرض على استفتاء. ولذلك أنا أعتقد يعني كل ما يجري في أستانا وحتى في جنيف من أعمال اللجنة الدستورية يعني هو تمضية وقت من الدول الكبرى، لأنهم لا يريدون في هذه يعني في هذه الأثناء أو في يعني أن يصلوا إلى حل معين. نعم، إذن ملفات عدة، ولكن عندما نتحدث أيضا عن اللاجئين فبرأيك هل من تغيير على العناوين العريضة عندما الحديث عن عودتهم على الأقل وتهيئة الظروف لاستقبالهم؟ يعني أنا أعتقد اليوم يعني هناك مؤتمر لعودة اللاجئين تعقده سوريا وروسيا، ولكن لاحظي مثلا أن الدول المعنية مثلا تركيا، الأردن، لبنان يعني غير مشاركة في هذا المؤتمر. تركيا اليوم يعني تقول بانها ستعود لاسكان يعني ستقوم باسكان حوالي 1 مليون لاجئ في المنطقه الامنه التي تريد انشائها، وهي تحصل يعني على مساعدات غربيه من اوروبا باعتبار انها منعت هؤلاء من الذهاب الى اوروبا. ايضا الاردن يعني كان هناك تفاهمات بين الدوله السوريه والاردن، ولكن لم تصل الى المستوى المطلوب الذي يجب ان ترقى اليه بشان عوده اللاجئين. ايضا لبنان يعني ايضا هناك محادثات وعاد قسم، ولكن ايضا لم تصل الى المستوى المحدد. اعتقد ان الحل الوحيد لعوده اللاجئين هو التفاهم بين الدوله السوريه والدول المجاوره، و يعني ان يكون هناك اتفاقات معينه تعيد هؤلاء الى بيوتهم وقراهم، خصوصا يعني ان الدوله السوريه قالت نحن بصدد اعاده الجميع اذا ارادوا. ولكن انا اقول لك يعني التفاهمات لم تنضج ما بين يعني سوريا والدول المجاوره، واليوم تركيا تهدد بشن حرب وبإقامة وحدات سكنية دون التعاون مع الدولة السورية أو حتى التشاور معها، ولذلك الوضع معقد يعني بشأن عودة اللاجئين. نعم، شكرا جزيلا لك الكاتب والمحلل السياسي غسان يوسف، كنت معنا من دمشق. إذن ينضم إلينا الآن الدكتور عمار قناة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة سيفاستوبول. أهلا وسهلا بك دكتور. دكتور، إذن ضمن هذه المعطيات الآن وما يحدث على الأرض، هذه المفاوضات والمحادثات التي تنطلق، الجميع يتحدث عن تأثير عملية عسكرية محتملة من قبل تركيا على مجرياتها، فكيف ترى هذا الأمر؟ تحياتي سيدتي الكريمه. مما لا شك فيه يعني ان الوضع اليوم يعني مقلق في الشرق الاوسط وخاصه يعني في سوريا بعد التصريحات يعني الرسميه من قبل تركيا حول هذه العمليه العسكريه، ولقد راينا ان هناك كانت الكثير من التصريحات يعني الروسيه واخرها كانت يعني من قبل المبعوث يعني الخاص لروسيا في الازمه السوريه ان هذه المساله لا يمكن يعني اعتبارها عمليه يعني عقلانيه، لكن ممكن النظر اليها يعني من وجهه نظر تركيا انها تحاول اليوم يعني استغلال الوضع الدولي، عدم استقرار يعني منظومة العلاقات الدولية ومحاولة لتمرير يعني مصالحها الاستراتيجية من خلال يعني هذه العملية العسكرية ومن خلال الجغرافيا السورية. مما لا شك فيه ايضا يعني ان اطار أستانا لعب دورا يعني دورا مهما ومحوريا يعني في الأزمة السورية من خلال يعني العمل الإقليمي، وكانت له يعني نتائج فعالة. نحن اليوم يعني إبان الجلسة 18، ولا اعتقد انه يمكن ان نتوقع هناك الكثير يعني من المفاجآت او الكثير يعني من القرارات بخصوص الازمه السوريه، ولكن يعني من جهه اخرى هذا الاطار الوحيد باعتقادي الذي يمكن من خلاله التوصل الى الحل السياسي، فلذلك العالم اليوم هو مضطرب في حاله غير مستقره، وكل طرف من الاطراف يحاول يعني اليوم تمرير مصالحه والضغط ايضا على الاطراف الاخرى، فقد ارتبطت يعني سمعنا
سمعنا الكثير من التحليلات أن ارتباط هذه المسألة يعني العملية العسكرية في محاولة للضغط ضغط تركيا على روسيا بالنسبة لعدم انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو. فلذلك يعني الأمور لغاية الآن هي يعني غير موافقة عليها روسيا وأيضا إيرانيا، لكن يعني ننتظر الجلسة اليوم يعني غدا، وممكن أن تكون هناك يعني مؤشرات إيجابية ممكن يعني في عدم البدء في مثل هذه العملية العسكرية التركية في سوريا. نعم، ما الذي من شأنه أن يغير هذا المشهد؟ هل نتحدث هنا عن ضمانات من شكل ما؟ هل نتحدث عن ضمانات روسية؟ ما الذي يمكن أن يغير مجرى هذه الأحداث حتى ما نتوقعه من مؤشرات إيجابية في اليوم الثاني؟ نعم سيدتي الكريمة، ممكن يعني التوقع التوصل إلى تفاهم يعني روسي تركي، وهذا المشهد يعني رأيناه في أكثر من محطة يعني من خلال يعني الأزمة السورية، وذلك من خلال يعني الدوريات المشتركة والتنسيق يعني الأمني. لكن يعني نرى اليوم أن تركيا مصرة يعني على استغلال الوضع الدولي لتمرير هذه المصالح. لكن يعني باعتقادي أن أستنى يعني هذا يعني غدا لن تكون هناك حلولا يعني مباشرة، وممكن أن ترتقي يعني إلى تواصل الرئيسين الرئيس بوتين والرئيس أردوغان فيما يتعلق بهذه العملية يعني العسكرية. وذلك أننا نشهد اليوم الكثير من المتغيرات يعني الجيوسياسية في العالم، وكلها لها ارتدادات يعني وانعكاسات على منطقة الشرق الأوسط وأيضا يعني على الأزمة السورية. جرى الحديث يعني كثيرا أيضا حول المقايضة الروسية حول يعني الأمريكية حول أوكرانيا، لكن كان هناك يعني النفي التام بهذا الخصوص، ولا توجد باعتقادي هناك في الأجندات الروسية يعني مفهوم المقايضة السياسية. وصرح أيضا يعني ليفرينتو حول أولوية يعني الحلفاء وعدم الاستغناء عن الحليف السوري، ذلك أن المسيرة يعني هي مستمرة والهدف الأساسي هو استقرار المنطقة، استقرار الجزء للشرق الأوسط والوصول إلى الحل السياسي الكامل في الأزمة السورية. نعم، شكرا جزيلا لك الدكتور عمار قناة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة سيفاستوبول.